هاي جايز، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلينا. طبختنا اليوم الباميه العراقيه. بس قبل ما نبدا ما تنسوناش باللايك والشير والسبسكرايب، شارك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نخش على المقادير. معانا باميه مجمده غسلناها بميه اهو وملح، ومعانا عصير طماطم، ومعانا صلصه، ومعانا فصين توم، ومعانا لحمه مسلوقه زي ما انتم شايفين. ويلا بينا نجهز البامية. اول حاجة هنحط الزيت في الحلة ونسيبه يسخن اهو زي كده، وهننزل عليه بالثوم. تاني مرحلة اهو، نقلب الثوم شوية وبعد التقليب هننزل بالبامية. نسيبها تتشوح شوية، نقعد نقلب ونقلب. وبعد كده هننزل بعصير الطماطم اهو، بعد كده معانا معلقتين صلصة هننزل بيهم. زي ما انتوا شايفين، وهننزل بالتوابل فلفل اسود وملح. فلفل اسود ملح. بعد كده هننزل باللحمة والشوربة. نسيبهم يتسبكوا ونقفل عليهم بالغطا، وهنسيبهم يتسبكوا ونرجع لكم بالشكل النهائي. ورجعنا لكم بالشكل النهائي للبامية العراقية. زي ما انتوا شايفين الشكل النهائي، جمدان يا جدعان. ويلا بينا نذوق الطعم. ورجعنا لكم ويلا ندوق. زي ما انتوا شايفين اهو، جمدان يا جدعان. يلا بينا ندوق. جمدان يا جدعان، الله. سخنة زي ما انتوا شايفين
جامدان يا جدعان. روعة جمدان يا جدعان. الاكل طعمه تحفه جمدان يا جدعان. وبكده يكون خلصنا الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلينا. وبكده يكون خلصنا الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم. قبل ما ننهي الفيديو ما تنسوش باللايك والشير والسبسكرايب، شارك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا نشوفكم الفيديو الجاي. سلام.